بعد علاقة حب استمرت سنتين توجت بالزواج، وبعد قصة زواج حكى عنها الكل وأثارت جدل كبير بطريقة إعلان الزواج ده وضجة رد الزوجة الأولى والأولاد وما شابه، الفنانة برلنتي عامر تعلن انفصالها وطلاقها رسميا من زوجها الفنان سعد الصغير بعد سنة واحدة بس من زواجهم. وأعلنت برلنتي عامر خبر انفصالها عن سعد الصغير في الساعات الأخيرة من خلال بوست على حسابها الشخصي على الفيسبوك، وكتبت فيه: بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير، تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي. طبعا الجمهور كله اتفاجئ بطلاقهم بعد قصة حب من 3 سنين طلب فيها سعد الصغير الزواج منها من أول يوم لحد ما أخيرا اتجوزوا في شهر فبراير اللي فات. والجدير بالذكر برلنتي عامل أعلنت عن خطوبتها من سعد الصغير بشكل مفاجئ من خلال نشر صورة ليهم على حسابها على إنستجرام وهم بيلبسوا الشبكة. وبعدها بفترة أصدرت برلنتي عامر تصريح رسمي قالت فيه: أنا متجوزة عند محامي ووثقنا الورقة في الشهر العقاري، أنا بحب سعد جدا، هو أحن مخلوق قابلته في حياتي وهو اللي طلب مني أعلن زواجنا قدام الناس. ولكن الصدمة هنا إن في نفس اليوم اللي أعلنوا فيه عن زواجهم كان سعد الصغير بيحتفل بعيد ميلاد زوجته الأولى بنشر صورة ليها على حسابه الشخصي على إنستجرام وتعليق رومانسي بيوضح فيه قد إيه هو بيحبها وإن هي عشرة عمره وحياته كلها. طبعاً ده أثار غضب الجمهور بشكل ملحوظ، وبدأوا يعلقوا بتعليقات زي: مراتك حلوة يا سعد، ليه اتجوزت عليها؟ وزي: طيب اتجوزت عليها ليه طالما هي مراتك وحبيبتك وعشرة عمرك؟ قولها على برلنتي عامر. وكان التطور الطبيعي إن زوجة سعد الأولى تسمع خبر زواجه، ولما خرجت عن صمتها نشرت بوست على حسابها على الفيسبوك كتبت فيه: حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب أشوف فيكم يوم. وأخيرا يا ترى إيه رد الفنان سعد الصغير على إعلان خبر طلاقه؟ لسه مش عارفين، بس تابعونا باستمرار ليصلكم كل جديد، وما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.